عندما ينخفض ضغط الدم بعد تناول الطعام تعرف الحالة باسم انخفاض ضغط الدم بعد الأكل Post Prandial Hypotension. الأعراض الرئيسية لانخفاض ضغط الدم بعد الأكل هي الدوخة أو الدوار أو الإغماء بعد تناول الوجبة. أثناء هضم الوجبة تحتاج الأمعاء إلى تدفق دم إضافي للعمل بشكل صحيح. عادة يزيد معدل ضربات قلبك بينما تتقلص الشرايين التي تمد الدم إلى مناطق أخرى غير الأمعاء. عندما تضيق الشرايين يزداد ضغط تدفق الدم على جدران الشرايين، وهذا بدوره يزيد من ضغط دمك. يتم التحكم بهذه التغييرات في الأوعية الدموية ومعدل ضربات القلب بواسطة الجهاز العصبي اللا إرادي، والذي يتحكم أيضا في العديد من عمليات الجسم الأخرى دون الحاجة إلى التفكير فيها. إذا كانت لديك حالة طبية مثل داء السكري أو مرض الباركنسون تؤثر على جهازك العصبي اللا إرادي، فقد لا يزيد معدل ضربات قلبك وقد لا تتقلص بعض الشرايين، سيظل تدفق الدم طبيعيا. نتيجة لطلب الأمعاء الإضافي على الدم أثناء الهضم سينخفض تدفق الدم إلى أجزاء أخرى من الجسم، ويؤدي ذلك إلى انخفاض مفاجئ ولكن مؤقت في ضغط الدم. هناك سبب آخر لانخفاض ضغط الدم بعد الأكل يتعلق بالامتصاص السريع للجلوكوز أو السكر، وقد يفسر ارتفاع خطر الإصابة بانخفاض ضغط الدم بعد الأكل لدى مرضى السكري. يمكن حدوث انخفاض ضغط الدم بعد الأكل حتى لو لم يكن لديك حالة تؤثر على الجهاز العصبي اللا إرادي. بعض الأحيان يكون الأطباء غير قادرين على تحديد السبب الكامن وراء انخفاض ضغط الدم بعد الأكل. تزيد الشيخوخة من خطر الإصابة بانخفاض ضغط الدم بعد الأكل وأشكال أخرى من انخفاض ضغط الدم. قد يعاني الأشخاص المصابون بارتفاع ضغط الدم من انخفاض ملحوظ في ضغط الدم بعد تناول الطعام. في هذه الحالات قد يكون انخفاض ضغط الدم بسبب الأدوية المضادة لارتفاع ضغط الدم. يمكن أن تكون الأدوية التي تهدف إلى خفض ضغط الدم في بعض الأحيان فعالة للغاية وتتسبب في انخفاض غير آمن. يتم إجراء اختبارات أخرى لتحديد الأسباب المحتملة لانخفاض ضغط الدم بعد الأكل، وتشمل فحص الدم للتحقق من فقر الدم أو انخفاض نسبة السكر في الدم، تخطيط كهربائية القلب للبحث عن مشاكل في نظم القلب، أشعة صوتية للقلب لتقييم بنية القلب ووظيفته.